رجع، ولو قام هيحاسبك حساب الملكين يا سليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في ايه؟ عايزة مني ايه؟ يا اختي مش عايزة حاجة، انا بس قلت اجيلك اقولك ان ربنا اداكي فرصة، يا ريت تاخدي بالك منها. والشربيني قام؟ هيقوم. هيقوم يا اختي يا انسي، هي حاجة واحدة، ارفعي ايدك لربنا كده وقولي تبت اليك يا رب، هتبقى خلصت وصفي النية. أصفي النية لمين أنا؟ لنفسك قبل أي حد. كأن اللي حصل ده فات ما حصلش، ولا له وجود. ندمي يا أختي على اللي عملتيه، وانسي ذنوبك وافتكري بس العمل الصالح اللي انت عملتيه. هتقدري. خلي قلبك يا هاجر يتطهر من ذنوبك، وعشان تتطهري لازم قلبك هو اللي يطهر. على فكرة بقى، المحضر جه وانا مشيته. يا اختي، المحضر اللي كان جاي يمكنك ويطرد كل الناس اللي في البيت، القضية اللي انتي رفعتيها على اهل البيت، انا قلت له يمشي وما يرجعش تاني. صدقي احسن برضو ان انتي عملتي كده. يوه، ده انتي باينك بنت حلال يا قدرية والله. أصل أنا بقى كنت بفكر إن عايزة أروح للمحامي، وكنت عايزة أقول له ما يكملش في القضية عشان أنا طلعت غلطانة والبت اللي صاحبت شربيني. أنا أكتر واحدة تفهمك يا سليلة. يا أختي لو كان عندك عيب، ما أنا مليانة عيوب، ما أقدرش أشاور على غلطاتك يا أختي لأني كلي غلط. بس لو أنت اللي قلتي ده ما حصلش، قدرية مش سهلة. عهد مين ده؟ عهد الله. أنا عمري خلفت وعد ليكي؟ طيب على مهلك يا غالية وانتي ماشي. فاتك كعبلي يا أختي. على آخر الزمن بنت النقرة بتهددني وبتعلم عليا.